وللحديث بشكل مفصل ودق عن الانسحاب الأمريكي من اتفاق النووي الإيراني ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بشأن الإيراني عبر الهاتف من لندن المتخصص بشأن الإيراني السيد حسن راضي. سيد حسن، مرحبا بكم. سيد حسن، هل تسمعني؟ نعم سمعك. طيب سيد حسن، يعني في كلمته وصف ترامب الاتفاق النووي بالكارثي، وأيضا تعهد بعقوبات جديدة، سواء هذه العقوبات يعني تطال الاتفاق النووي، وأيضا هناك حيث قال في كلمته ستكون هناك عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، لكن هل تؤثر العقوبات على النظام الإيراني سيد حسن؟ نعم بطبيعة الحال، يعني النظام الإيراني يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة خانقة، البنوك في إيران مفلسة، معظم الشركات مفلسة، هناك احتجاجات شعبية في كل المدن مستمرة منذ فترات طويلة، وهذا كله يدل على أنه الوضع الاقتصادي الإيراني متدهور ويعيش أزمة يعني عصية على الحل. في ظل هذا الوضع الذي ليس هناك عقوبات، فكيف إذا تكون هناك عقوبات؟ وللعلم أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال ستعيد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات اللي كانت مفروضة قبل الاتفاق النووي، وهذا يعني أن هناك يعني عقوبات شاملة على كل القطاعات في إيران. لذلك أنا أعتقد الآن في الأيام الماضية في ظل التلويع وفي ظل انتظار الموعد الذي كان من المقرر يعلن عنه الرئيس الأمريكي قراره من الاتفاق النووي، سقطت العملة الإيرانية الريال الإيراني بشكل كبير. فالآن أنا أعتقد يعني ستستمر بالسقوط وستكون عقوبات مؤلمة ليس فقط على الشركات الإيرانية بل على الشركات التي ستتعامل مع إيران، وبالتالي ستتراجع الدول والشركات التي تتعامل مع إيران، هذا ما سيعقد الأزمة الاقتصادية الإيرانية. نعم مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من عمان الكاتب والباحث في الشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل. دكتور نبيل، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني وتوقيع دونالد ترامب قرار العقوبات، كانت هنالك ردود فعل. في أول رد فعل كان من المملكة العربية السعودية، قالت أن إيران استفادت من رفع العقوبات في تطوير صواريخها البالستية. ما تعليقكم على هذا التصريح؟ شكرا جزيلا لك. يعني لا شك ان ايران استفادت من الاتفاق النووي الموقع في حزيران يونيو من العام 2015، ليس فقط في تسريع وتيره للبرنامج الصاروخي الايراني، هذا امر مؤكد. ايران سرعت من هذا البرنامج بنسبه 3 أضعاف، كما اعلن عن ذلك نائب قائد الحرس الثوري الايراني العميد حسين سليماني. الامر او التطور المهم والخطير ان ايران زودت الميليشيات الارهابيه في المنطقه بهذه الصواريخ، خاصة الحركة الحوثية التي أطلقت أكثر من 167 صاروخ على المملكة العربية السعودية وبالذات على مكة. وبالتالي يعني إيران حاولت أن توظف هذا الاتفاق حتى لمد نفوذها الإقليمي والدخول إلى عمق الأزمات وتأسيس ما يسمى بفكرة الميليشيات الموازية، خاصة نحن نتحدث عن الأزمة السورية على سبيل المثال، أنشأت أكثر من 31 ميليشيا هناك وتبنت استراتيجية ملء الفراغ لمحاولة إحداث تغيير ديموغرافي وسياسي وجيوستراتيجي وبناء ما يسمى بالكريدور الإيراني للعبور من خلال بناء مجال حيوي يمتد من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك قامت إيران بتعزيز مفهوم الإرهاب وشرعنته من خلال التوسل بهذه الأداة المهمة والمحورية بالنسبة لإيران لتعكس المأزق الإيراني. إيران بعد العام 2015 نشطت في إنشاء ما يسمى بالخلايا النائمة، على سبيل المثال في مملكة البحرين نحن نتحدث عن أكثر من 17 خلية إرهابية ما بين عام 2015 وال 2016، إنشاء خلية العبدلي في 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 دولة الكويت، بالإضافة إلى محاولة زعزعة الأمن الإقليمي وإنشاء الخلايا في الأردن، وكان آخرها في المملكة المغربية. وبالتالي إيران استغلت الاتفاق النووي وحتى القرارات الدولية الممثل في القرار 22 و31 الذي صادق على الاتفاق النووي. للأسف الشديد باتت إيران تستغل مثل هذه القرارات الدولية
والتي استطاعت من خلالها أن تمارس سياسة عدوانية توسعية تجاه دول المنطقة انسجاما مع سعي إيران لبناء دولة إقليمية عظمى بحلول 2030. سيد حسن راضي، هل ما زلت معنا؟ يعني إذا ما تحدثنا عن مبدأ الربح والخسارة، من الذي ربح من الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق؟ طبعا نستطيع أن نقول يعني الأسرة الدولية بجميعها هي ربحت منها، يعني من إلقاء الاتفاق. إذا تحدثنا عن إلقاء الاتفاق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد الدول العربية وخاصة المتضررة بشكل كبير من سياسات إيران وتدخلاتها بالتأكيد هي ستكون الرابحة، حيث أنه إيران ستعاني دعم الإرهاب، يعني كما يعني كانت خلال السنتين الماضيتين. وأنا أعتقد أنه ليس فقط أنه في انسحاب ترامب للاتفاق النووي أنه ستفرض عقوبات على إيران، وأيضا سيمنع النظام الإيراني في الاستمرار في تخصيب اليورانيوم بشكل سري، أو محاولاته من يعني الوصول إلى القنبلة الذرية. وحتى إذا انسحبت إيران وهذا مستبعد جدا، أنا أعتقد أنه سوف لا تستطيع أن تستمر في الاتفاق النووي، حيث هناك يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بشكل كبير على احتواء إيران، ليس فقط في موضوع الملف النووي بل في ملفات عديدة وأهمها ملف الصواريخ الباليستية وسياسات التخريبية ودعم إيران للإرهاب، وفتح يعني. نعم سيد حسن. نعم دكتور نبيل، بعد هذا الانسحاب خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريح ذكر فيه العالم في المشاكل التي حصلت سابقا ما بين الطرفين في 20 عام التي مضت، لكن يبدو المراقبون يقولون أن روحاني كان متعقلا في إعلان موقفه بحيث لم يتخذ أي موقف هجومي ضد الولايات المتحدة. كيف ترون هذا الموقف الإيراني وكيف تعلقون عليه؟ إيران كما عودتنا عادة ما كانت تمارس دبلوماسية، أو دعني أسميها سياسة الخطاب الراديكالي، لكن هنالك سلوك براغماتي على الأرض. في واقع الأمر يعني أنا استمعت إلى كلمة الرئيس روحاني، و يعني تبنى استراتيجية ممارسة سياسة الانتظار على اعتبار تشاور مع الحلفاء أو الدول الضامنة للاتفاق النووي، روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. أعتقد أنه هذا يتعارض نهائيا مع ما كانت تطرحه إيران في السابق من سياسة تصعيدية أو ما يعرف بالدبلوماسية حافة الهاوية، وأعلنت عن خياراتها الثلاث. الخيار الأول هو تسريع وتيرة البرنامج الصاروخي الإيراني، الأمر الثاني انتقال أو تسريع وتيرة أيضا التقنية النووية والبرنامج النووي الإيراني من خلال رفع نسبة التخطيب إلى 20%، والانتقال أيضا إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزية من 6936 جهاز طرد مركزي إلى 12000 جهاز طرد مركزي، وصولا إلى 20000 جهاز طرد مركزي، وبالتالي يعني تمهيدا للوصول برفع ما يسمى بنسبة التخطيب. الجانب الثالث تهديد إيران على لسان علي شمخاني أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني بالانسحاب من معاهدة NPT أو معاهدة عدم الانتشار النووي. أعتقد أنه هذا يعكس يعني يسمي حالة التخبط لدى يعني المسؤولين الإيرانيين، سواء كانوا سياسيين أم عسكريين، من خلال سياسة تبادل الأدوار ومحاولة تضخيم يعني يسمي دبلوماسية المخاطر، واستخدام أو توظيف مداخل الأزمات الإقليمية من خلال ما جعل يعني قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يلوح بشكل صريح وواضح على أن هنالك رد إيراني مؤلم. وبالتالي أنا أعتقد أنه إيران نمر من ورق، ليس لديها القدرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك ظروف ضاغطة تمثل البيئة الداخلية في إيران مثل الظروف الاقتصادية. خلال الثلاث أيام الأخيرة انخفضت قيمة التومان إلى 16% من قيمته، نتحدث عن انهيار شبه اقتصادي كامل في إيران، نتحدث عن وجود 44 مليون إنسان في إيران يعانون من فقر تحت خط الفقر، 12 مليون منهم يعانون من فقر غذائي، نتحدث عن ارتفاع نسبة البطالة بأكثر من 31%، نتحدث عن مؤشرات الفساد وانعدام الشفافية في إيران لدرجة جعلت منظمة الشفافية الدولية تتحدث على أن إيران تحتل المرتبة 134 من مجموع 176 دولة.
نتحدث عن صراعات ما بين الأجنحة، وبالتالي أنا بعتقد أن تداعيات هذا الاتفاق سوف تكون لها تداعيات كبيرة ومؤثرة على الشارع الإيراني في ظل اندلاع الاحتجاجات التي بدأت في شهر ديسمبر وانتقلت من مناطق الهوامش والأطراف إلى مراكز المدن والولايات، وتم حتى طبيعة الشعارات والهتافات التي بدأت تنادي بالموت لخامنئي والموت لروحاني دون التفريق بين المحافظ والإصلاحي، بل على العكس من ذلك تماما، اعتبار نظام الحاكم في إيران الذي تأكلت شرعيته هو المسبب الأساسي لمآلة هذه الأوضاع في إيران. نحن نتحدث عن تآكل شرعية النظام الإيراني بدرجة كبيرة جدا. الآن الأيام حبلى بالمفاجآت، وصيف إيران سوف يكون ساخن هذه المرة على خلاف السنوات السابقة. سيد حسن، وسائل الإعلام المختلفة يعني كانت تظن بأنه عملية الانسحاب ستؤدي إلى مواجهة عسكرية، لكن هل ستكتفي الولايات المتحدة بعقوبات اقتصادية وغيرها على إيران، أم ربما نترقب مواجهة عسكرية يعني استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة على أقل تقدير مثلا؟ لا طبعا، أنا أعتقد إذا يعني خيارات إيران جدا محدودة، إذا لم نقل معدومة، إيران لا سوف لا تقدم على أي تصعيد في مواجهة يعني الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا في الأيام والأسابيع الماضية كانت إيران وعلى رأس خامنئي يعني تقول أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية إيران سوف تنسحب وستعيد يعني تخصيب اليورانيوم وتعمل أشد الطرد المركزي وغير ذلك. الآن رأينا أنه الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت وستفرض عقوبات على إيران، وإيران سوف لن تنسحب وستلتزم، بمعنى وسوف لن تستخدم أي من أدواتها وأوراقها في المنطقة على سبيل المثال في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات، وإذا إيران لن تلتزم يعني بما يعني جاء في الاتفاق النووي أو استمرت في انتهاك الاتفاق النووي، أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تبقى فقط على العقوبات وستستخدم أدوات أخرى لتلجم إيران وستمنعها من الوصول إلى أهدافها وقاياتها. نعم سيد حسن، من لندن المتخصص في الشأن الإيراني حسن راضي، ومن عمان الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لكما.